120 جنيه في يومين اتنين من تيك توك. الموضوع معتمد على قد ايه انت هتشير اللينك بتاعك، مش شرط ناس جديدة خالص يا جدعان، المهم ان انت تبعتهم لاكبر عدد ممكن من خلال اصدقائك بقى القدام. اي حد عنده تيك توك هيدوس على اللينك بتاعك، هيدعمك من الاخر. ايه اللي هيحصل؟ هتكمل ال 120 جنيه. لكن مهم جدا ان انت لو انت اول مرة تشوفني ومهتم بالربح والبرامج، هيشترك معايا في القناة مع جرس التنبيهات، دوس لايك للفيديو، صلي عليا في الكومنتات برضو. دلوقتي تعالى نروح نشوف ازاي هناخد ال 120 جنيه. طبعا في البداية من المكافآت القديمة، لان في ناس هتقول الكلام دوت يا احمد في ناس بتدخل من خلالي وبيدوسوا وبيدعموني ولكن مفيش اي فلوس بتحصل او مفيش اي رصيد بيتضاف. الكلام ده بيحصل او حصل 100% في المكافآت او الاحداث اللي فاتت بتاعت التيك توك. ولكن الحدث دوت نفس الموضوع ولا لا؟ ان شاء الله بعد الفيديو ده ما ينزل على طول هتلاقيني متابع معاك في الكومنتات، هقول لك الناس اللي بتسجل من خلالي بيحسب لي ولا لا. هتابع معاك اول باول لان انا اول مره اجرب الحدث الجديد دوت، فمهم جدا ان احنا نجرب. وكذلك لو انت عندك ناس جدد، لو بعت الاثنين بس انت كده خلاص خلصت الموضوع وخلصت الحدث، فالموضوع يستحق التجربه، فلازم نجرب. كل اللي انت هتعمله هتفتح تيك توك، تمام؟ هتلاقيه بيفتح معاك في الواجهه الرئيسيه. اول ما تفتح تيك توك كده هتلاقيه يقول لك 120 جنيه، فهتدوس على كلمه دعوه، هيقول لك ابدا جوله جديده. طبعا كان في حدث الاسبوع اللي فات بس ما دخلتش فيه، هتدوس على ابدا، تمام؟ ولكن لو نزلت لتحت شويه كده هتلاقيه بيقول لك ازاي تكسب فلوس. بيقول لك ادعي 2 من المستخدمين الجدد او 40 من المستخدمين الحاليين. يعني لو دعيت 40 واحد او 40 واحد داسوا او دخلوا للتيك توك من خلال اللينك بتاعك انت هتجمع المكافأة. يعني مش شرط عدد معين او مش سابة مفتوحة ومحدد لك 40 واحد، ولكن هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ ده اللي هنعرفه في الفيديوهات اللي جاية او هنعرفه مع بعض في الكومنتات، عشان بس ايه ما تستناش فيديوهات تانية. لما ندوس على يبدأ، تمام، هيبدأ ان هو يقول لك شارك الرابط اللي تحصل على 12 جنيه. انت اصلا باقي لك كام؟ فاضل لك 24. فلما تدوس على شارك الرابط اللي هيحصل هيكون باقي لك برضو 12 جنيه. فهندوس على متابعة، هبدأ يقول لك شير على الماسنجر او فيسبوك او فهتدوس على اي حاجة، مش شرط تبعت لحد في اول مرة، تمام؟ انا دوست على الواتساب، فتحت الواتساب ورجعت خدت ال 12 جنيه، بتبقى لي قد كده؟ انا دلوقتي معايا 108، بقى لي 12 جنيه بس. دول اللي بقى هبعتهم لناس جدد او من خلال 40 واحد هيدوس على اللينك بتاعي. طبعا اللينك موجود في صندوق الوصف يا جدعان، هتدوس على اللينك تدخل تدعمني. بمجرد ان احنا نوصل لل 12 جنيه الباقيين او نكملهم، او لو الكلام ده ما بيتحسبش هقول لك برده في الكومنتات، بحيث تكون عارف ايه اللي بيحصل وهل الحدث شغال صح زي ما بقول لك 40 بس ولا لا. بس كده يا جدعان، ده فيديو او موضوع النهارده. لو انت عندك اي حاجه سيبها في الكومنتات. بالنسبه لكام واحد كسبوا معانا الفيديو اللي فات، طبعا الفيديو ده مستعجل، انا صورته النهارده وهينزل النهارده، فما لحقتش ان انا ادخل وادخل على موقع يختار كومنتات عشوائي عشان بس نكون حياديين. بس كده يا جدعان، ان شاء الله في الفيديوهات الجايه هنعلن على اللي كسبوا معانا، ان شاء الله ناس تكسب معانا في الفيديوهات الثانيه غير المسابقه اللي فاتت. بس كده، لو انت عندك اي حاجه سيبها في الكومنتات، هنتكلم عليها في الفيديوهات الجايه، واشوفك في فيديو تاني يا صديقي. سلام.